بشأن الموقف من إخراج القوات الأمريكية من العراق، معنا هاتفيا المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز الشاووش. مرحبا بك شيخ فائز معنا. إذا دفاع النيابية ذكرت أن صالح برهم صالح والحلبوسي يعطلان التصويت على إخراج القوات الأمريكية، ما مصلحتهما في تعطيل إخراج القوات الأمريكية؟ يعني بكل تأكيد بعد الدمار اللي حصل بالعراق بعد مشروع العملية السياسية من 2006 وهيمنة إيران على العراق على دول وعلى المصالح في دول المنطقة والمصالح الدولية، حتى إيران تشكل خطر على المصالح المنطقة والمصالح الدولية بالمنطقة، وبالتالي اقتنعت أمريكا بأنه نحن بالاستقرار الذي كبح الميليشيات وكبح نفوذ ايران داخل العراق والمنطقه والذي يهدد تهديدا لحكومه امريكا من هذه الخليج العربي. وبالتالي رئيس الجمهوريه او رئيس البرلمان عند جهاز الولايات المتحده الامريكيه يبدو انهم قرأوا التوجه الامريكي الجديد قراءه صحيحه. لا. بعيدا عن التخبط السياسي الموالي لايران او الأذرع التابعة لإيران. ومن هنا حاولوا باعتباره أصبح رسالة تهديد من الأمريكان عند العراق أو البرلمان العراقي بأن إخراج قوات الأمريكية، لأن هذا قد يشكل خطر على العراق، كذلك محاصر حصار اقتصادي وأساليب أخرى من قبل الولايات المتحدة، وهذا ما ولكن محمد الحلبوسي قال إنه لم يتسلم أي طلب بإجراء تصويت نيابي لإخراج القوات الأمريكية. إذن لماذا الاعتراض من بعض النواب؟ هل تراه استهلاكا إعلاميا من هؤلاء المعترضين؟ يعني هو العراقيين تعودوا على قادة ما يسمى بالميليشيات والعصابات المسلحة واللي ادخلوا أنفسهم تشريعية بواسطة إيران التنفيذية، تعودنا على الجعجعة والصياح مالتهم طيلة هذه السنوات. انتصر الحقيقة لم يتجرعوا بضرب أمريكا أو القوات الأمريكية، وهم يقنون جيدا لأن الأمريكان هم جاءوا هم بهم بالحكم، وفي البداية كانوا يسمون المقاومة بأنها منظمات إرهابية، فكيف الآن يقفون ضد الأمريكان والقوات الأمريكية في العراق أو بغير بلد؟ ولكن هناك حملة حتى إن كانت إعلامية، حملة قوية لإخراج القوات الأمريكية من العراق، هل للخلافات الأمريكية الإيرانية دخل في هذا الأمر؟ يعني بكل تأكيد، لأنه يعني اللي في الحضن الإيراني، وأعتقد في الحضن الإيراني ما أقول الكل، لكن قد يشكلون 90% 95% من السياسيين هم في الحكم الايراني، حتى فيهم من الذين يدعون المكون السني. وبالتالي هذا الصراع بين العراق وامريكا يجب ان العراق ان تلتزم بالقوانين الدوليه وان تبعد عن الدفاع عن مصالح ايران، لان العراق افضل من مصالح ايران وافضل من التابعين الى ايران في المنطقه. نعم. الخارجية الأمريكية حذرت رعاياها من حالات خطف في 35 دولة منها العراق، هل تخشى أمريكا ضرب مصالحها في العراق على يد ميليشيا الحشد؟ أمريكا لا تخشى ضرب مصالحها بدول المنطقة، لأنه يبدو السنين القادمة ويبدو العام الجديد أو يبدو يعني الأحداث الجديدة، يبدو حتى الحرب مو برية، تكنولوجيا عبر طائرات وصواريخ بعيدة المدى، لكن أمريكا تخشى قد تكون هذه الميليشيا يتم اختطاف بعض من رعاياها وتخشى المساومة في المستقبل، فلا تخشى بأنه هذا العامري أو قيس الخزعلي أو هاي الصعاليك تضرب قاعدة من القواعد. إذا شكرا جزيلا لك. هاتفيا المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش.